السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اليوم العالمي للتوحد، تاريخ 2/4، وده يوم يحتفل فيه العالم كله بأطفالنا من ذوي اضطراب طفل التوحد، واحنا بنعتبرهم أبطالنا مش أطفالنا بس. شعارنا السنة دي الانتقال إلى مرحلة الرشد، والشعار ده أكيد له هدف، يعني مش محطوط كده شعار مختلف وخلاص، لا له هدف. كل حد هيفسره من وجهة نظره الشخصية أو من ما يتطلبه مجال العمل أو مجال التدريب للأطفال دول. فأنا شخصياً شايفة الانتقال لمرحلة الرشد ده بينقسم لشقين، التأهيل المهني ومرحلة البلوغ عند أطفالنا من ذوي اضطراب طفل التوحد، ودي مرحلة مهمة جداً، وده هيكون محور كلامنا النهاردة عن النقطتين دول إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. في بداية كل تسجيل لسناب ليا في الفترة دي بحب أكد على كل أولياء الأمور وكل الأهالي إن إحنا ملتزمين بعدم خروج أولادنا في الفترة ديت، وملتزمين ببيوتنا، وإحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نخدم أطفالنا وهم في البيت، ده حفاظا على صحتهم وصحتنا جميعا إن شاء الله. الشعار بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة الانتقال الى مرحلة الرشد زي ما انا قلت بينقسم الى جزئين، الجزء الاول وهو التأهيل المهني، وده لاطفالنا من ذوي اضطراب طفل التوحد اللي قدرتهم عالية او ادائهم الى حد ما من متوسط لمرتفع، ودول اللي هقدر ان انا استخدمهم في التدريب على بعض المهن البسيطة او بعض الاعمال المكتبية اللي يقدروا يستخدموا فيها الكمبيوتر او يستخدموا فيها الطابعات، وده محتاجهم سوق العمل، يعني احنا لو ابتدينا نشتغل عليهم هنلاقي ليهم فرص عمل، وده مهم جدا لانه هيجي عليهم وقت وهتبقى استفادتهم المراكز او المدارس وصلت لحد معين او وصلوا لدرجة علمية مثلا بيعرفوا مستوى معين في المهارات الأكاديمية، هيحتاجوا مهارات كمان فنية أو مهارات مهنية يشتغلوها، وده بيرجع لقدرات كل طفل وميوله. يعني في أطفال هتلاقيهم مهتمين من صغرهم بالحاجات الإلكترونية أكتر وبيقدر يعمل حاجات على برامج، فممكن يوصل لمراحل زي ما احنا شفنا مثلا عندنا بطل في مصر اسمه سليم، ده بيشتغل في المونتاج وهو من اطفال ذوي اضطراب طفل التوحد، لكن الاهل اشتغلوا عليه من بدري، والام كان عندها وعي جامد جدا فقدرت ان هي توصل بالولد لمستوى عالي جدا من الاداء، وقدرت كمان ان هي تعمل له كارير يقدر يكمل بيه حياته او مهنه يمتهنها بشكل جيد. مش بس كده، لا، في مهارات تانية اقل شويه في لقدراتهم وبيكون الشغل عليها تدريبي، يعني مهارة متقسمة وبنتدرب عليها زي الحاجات اللي ليها علاقة مثلا بالتطبيق، الملابس في المصانع او التغليف او عمل الكيكات والحلويات، وفي نماذج بالفعل اهليها اشتغلوا عليها ووصلوا للمستوى ده. يبقى انا كأم بشوف ابني من خلال مراجعة المتخصصين مستواه وصل لحد فين، ومن خلال المستوى ده ابتدي ابدأ بالخطوات اللي همشي معاه فيها علشان اوصل بيه انه يبقى عنده تأهيل مهني او مهنة بيمتهنها بتشغل وقت فراغه، بتحسسه بالثقة بالنفس، بيثبت بيها ذاته، بتخليه يكون علاقات اجتماعية ويتواصل بشكل جيد ويتحط في مشكلات فيتطور عنده مهارات حل المشكلات. يبقى احنا محتاجين كويس قوي من بدري ان احنا نفكر ان مجرد ما ابننا يوصل لسن 10 سنين لازم نكون بنفكر احنا عايزين نأهله ازاي. الكلام ده طبعا لو انا اكتشفت ان ابني عنده مشكلة من بدري، وده المهم قوي اللي هو الكشف المبكر عن مشاكل اطفالنا وتشخيصهم مبكرا، ده بيخلينا نقدر نبدأ بدري نخلي الولاد عندهم مهارات استقلالية عالية فيقدروا يدخلوا في مجال التأهيل المهني، لان مهم جدا ان هو يكون مهارات الرعاية الذاتية بالنسبة له فيها استقلالية. مش هيقدر يشتغل وهو مش عارف غير مدرب على الحمام، مش هيقدر يشتغل بشكل جيد وهو مش عارف ياكل كويس وينظف نفسه بعد الاكل، لازم يكون عنده مهارات استقلالية جيدة جدا علشان اقدر ان انا ابتدي تأهيل مهني ممتاز ووصله المستوى انه يقدر يمتهن المهنة دي. في مشاريع كتير وفي مؤسسات بتدعم دور اطفالنا من ذوي اضطراب طفل التوحد وعملهم، سواء في المؤتمرات في المنتديات بيبتدوا هم يكونوا اللي بيقدموا الورود، بينظموا الجلوس الناس. طيب برضو
المهارات دي او المهن اللي من النوع ده بتحتاج ايه؟ بتحتاج ان يكون الطفل ده عنده ثقة بالنفس، او الشاب ده او البنت دي يكون عنده مهارات تواصل الى حد ما جيدة، يكون مشكلاته الحسية اشتغلنا عليها، لانه ده هيتعرض لاضاءة مختلفة، اضاءات مختلفة لو كان هو عنده طبعا مشاكل حسية، واصوات مختلفة وملامس مختلفة، هيكون بيتقبل التجمعات، لان في بعض الاطفال من اطفالنا من ذوي اضطراب في التوحد ما بيبقوش عندهم المقدرة انهم يجلسوا في وسط مجموعة من البشر كتير. يبقى انا عشان اوصل للمرحلة دي لازم اشتغل على الحاجات دي كلها، عشان اوصل لمرحلة التأهيل المهني لازم اشتغل على مهارات التواصل، مهارات الرعاية الذاتية والاستقلالية، مهارات اللي فيها دمج اجتماعي، المهارات الحسية عندي تكون مكتملة او مقبولة متدرب عليها، لو عنده مشاكل حسية نكون عالجناها على الاقل بشكل بسيط. كمان هتتطلب مني ايه؟ هتتطلب مني تدريب لفترة طويلة. مش معقول تدريب في سنة واحدة ممكن يخليه الولد ده عنده تأهيل مهني قوي، لازم على الاقل ياخد برنامج من سنتين لثلاثة يشتغل عليه بشكل مستمر، ويكون الاهل شغالين عليه، متخصصين في المجال شغالين عليه، يحتك بسوق العمل او بالعمل الميداني في نفس التخصص، زي التربية العملية بتاعتنا او طالبات التدريب الميداني بينزلوا الاول يحتكوا بالعمل قبل ما يمارسوه بشكل جيد. احنا برضو لازم يكون عندنا الوعي ده، ولازم يكون عندنا مصانع او مؤسسات بتتقبل ان انا انزل اولادي من ذوي اضطراب في التوحد كتدريب عندهم تحت اشراف، ولازم يكون تحت اشراف لمدة طويلة جدا لحد ما نتأكد من سلامة وكفاءة أداءه. ده الجزء الاول من شعارنا. الجزء الثاني وهو مرحلة البلوغ، بالنسبة لي انا فسرته على كده لان مش هوصل لمرحلة الرشد الا اكيد همر بمرحلة البلوغ. وده انا كنت عملت له اوديو على اليوتيوب كلمت فيه باستفاضة اكتر، النهاردة هقول النقاط الرئيسية فيه. مرحلة البلوغ موجودة عند كل الأطفال سواء طبيعي أو ذوي احتياجات خاصة، أو طبعا يشملهم الأطفال من ذوي اضطراب في التوحد. فكده كده لازم يكون عندنا تهيئة كده في, 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 في دماغنا كأولياء أمور إن ده الطفل هيمر بيه. لازم أهيئه لده، لازم أعمله جدول مصور، أستعين طبعا من المتخصصين سواء أخصائيين نفسيين أو أخصائيين تربية الخاصة اللي عندهم وعي جامد جدا بالنقطة دي. لازم أستعد كمان للمرحلة دي علشان الطفل ده ما يوصلش، أو الشاب ده ما يجيلوش مرحلة البلوغ ويبقى فيها سلوكيات سلبية، وطبعا ده مفهوم إنه يمارس شيء أو يتحسس جسمه بشكل مش مقبول اجتماعيا. فمطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا امارس رياضة، مهم جدا يكون ابني بيلعب رياضة. مطلوب مني كمان ان انا نظم وقت ابني، ما سيبش وقت فراغ طويل واسيبه قاعد في الغرفة كده وخلاص، لا لازم اكون منظمه له الوقت بتاعه، يا اما بشغله باعمال منزلية، يا اما التدريب على الحاجات المهنية اللي قلنا عليها، يا اما تدريب على مهارات اللي هو بياخدها سواء في مركز او في مدرسة اكاديمية. المهم ان اليوم بتاعه يكون منظم جدا. كمان ان انا يكون عليه رقابة، ما يكونش سايباه او كلت المهام بتاعته او الرعاية بتاعته او حد تاني يرعاه غيري او غير المقربين اللي مصلحة الطفل تهمهم قوي بنسبة 100%، لان ممكن يكتسب عادة او حد يتلهى عنه او كده. لا، الافضل انه هو يكون تحت اشرافي بشكل مستمر، يكون عندي زي جدول مصور في مرحلة البلوغ، زي العناية بجسمي في المرحلة ديت، ايه اللي مقبول وغير مقبول، مش يعني لازم ابني يكون عارف ومنتقل من مرحلة ان ممكن ادخل ماما تبقى موجودة معاه في التواليت مثلا علشان هو بتروش او كده، لمرحلة ان لا حتى محدش يشوف جسمي خالص وانا اقدر ان انا اعتني بجسمي او اعتني بنفسي سواء في الاستحمام او غيره. كمان يعني طبعا ده بيشمله كمان حلق الدقن او ازالة شعر الجسم والكلام ده كله، كل ده لازم يكون عليه تدريب. يعني انا عشان اوصل لمرحلة الانتقال لمرحلة الرشد لازم اعدي بالمرحلة دي، الفترة دي فترة البلوغ عند اطفالنا دي مهمة جدا طبعا سواء طبيعيين او ذوي احتياجات خاصة. واحنا النهاردة موضوعنا اطفالنا من ذوي اضطراب في التوحد، يبقى انا مهم جدا من بدري يكون عندي وعي كولي امر، سواء الاب او الام، اسأل يعني استعين بالمتخصصين وان شاء الله هيحطوك على الطريق الصح. انا قلت النقاط بشكل سريع النهاردة. اي سؤال اي استفسار انا تحت ابركم فيه. ما حبيتش استفسر
ما حبيتش استفيد قوي في النقاط اللي من النوع ده، لاني اتكلمت في اوديو كبير على اليوتيوب على موضوع البلوغ عند اطفالنا من ذوي اضطراب في التوحد. كمان عايزه اقول نقطه اخيره، التغذيه مهمه جدا مهمه جدا في الفتره دي، الغذاء بتاعه يكون متوازن، يكون تحت رعايه، والرياضه زي ما اكدت في الاول مهمه بشكل كبير جدا جدا جدا. تعليم الصلاه مهمه جدا، والوضوء، كل ده مهم جدا في المرحله دي عشان انتقل بابني الى مرحله الرشد. يبقى الانتقال لمرحله الرشد هتتطلب مني النقاط ديت. ان شاء الله يا رب اكون افدتكم ولو بشيء بسيط. تحياتي لكم، كل عام وكل ام بطل بألف خير. شكرا لكم، نهى الصالح.